السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال اليوم 28 من شهر رمضان المبارك ويتعلق بزكاة الفطرة، في قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. زكاة الفطرة هل تجب على الشخص الفقير أو أنها واجبة فقط على الشخص المتمكن؟ طبعا زكاة الفطرة أعزائي تجب على الإنسان البالغ الحر العاقل الغني، فلا تجب على الفقير. ونقصد بالغني هو الإنسان الذي يملك قوت سنته، إما قوة وإما فعلا قادر على العمل على سبيل، والعمل موجود متوفر، هذا يعتبر شنو؟ هذا يعتبر إنسان غني. أما الإنسان الذي هو لا يتمكن من التكسب فقير، لا يتمكن من التكسب فهو فقير، بالتالي لا تجب عليه زكاة الفطرة، بل تستحب له كما ورد في المسائل والأحاديث الواردة عن أهل البيت، يستحب للفقير الأب أب الأسرة الذي لا يملك طبعا أن يدفع زكاة الفطرة، يستحب له أن يخرج صاعا ويدفع هذا الصاع إلى ولده، يعني يتصدق به على ولده، ثم الولد يتصدق به على أخيه، ثم على أخيه، يعني تفتر هذا الصاع يفتر على العائلة، ثم بعد ذلك يأخذه الأب ويخرجه خارج العائلة، يعني يتصدق به إلى خارج العائلة. طريقة شرعية وفقهية ولكنها مستحبة للفقير، حتى يحقق الاستحباب الشرعي يفر هذه الصدقة يدور بها على أولاده، ثم يتصدق بها على الفقير حتى يكتب له ثواب التصدق إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وصيامكم ببركة محمد وآل محمد.